السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام فيديو جديد. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نقوم بشرح هذا الموقع الجديد، وهو موقع هيلي دروبس. المهم، هذا الموقع هو يعني ظهر في الآونة الأخيرة. موقع أنا شخصيا لم أسحب منه بعد، لكن رأيت بعض الأشخاص الذين سحبوا منه، وهو على ما يبدو موقع صادق بإذن الله. المهم، الطريقة أو طريقة الربح من هذا الموقع، هناك ثلاث طرق. فبعدما تقوم بالتسجيل في الموقع، يعني تقوم بكتابة الاسم والإيميل وكلمة السر، تقوم بتأكيد البريد الإلكتروني، سوف تحصل على 50 كويز أو 50 صندوق في البداية. طريقة العمل إخواني الكرام على هذا الموقع هي، يعني كما قلت لكم، يعني أنت أول مرة تقوم بالتسجيل في الموقع سوف تحصل على 50 صندوق. تقوم بتفجير هذه الصناديق بهذا الشكل، يعني وأنت وحظك. وكما تشاهدون، يعني أنا الآن حصلت على 0.22 سنت. تظهر لك هنا السنتات أو الدولارات الخاصة بك، وهنا الكوينز على اليسار. كلما قمت بتفجير الصناديق يتناقص العدد. سوف أقوم بإكمال هذه الصناديق كما تشاهدون. هذه التيكت إخواني الكرام، فهذه التيكت إخواني الكرام كما قلت لكم، يعني هي تيكت تدخل على مسابقة، يعني الموقع يقوم بعمل بإعلان فائز في كل أسبوع. يعني هي شغلة، يعني أو شغل مو مؤكد، يعني ليس مؤكد أنك سوف تربح، أو أنك يعني تقوم بتجربة حظك. هنا يعني طريقة أو يعني التقدم في الليفل، وكلما تقدمت في الليفل سوف تحصل على يعني سنتات مضاعفة. هنا يمكنك يعني ربح صناديق أخرى. كما قلت لكم إخواني الكرام، فيعني الموقع يعتمد على الحظ. وسوف أقوم بإكمال هذه الصناديق كلها أمامكم حتى تشاهدون، أو حتى يعني تعرفون طريقة الاشتغال على هذا الموقع. بهذا الشكل يعني نقوم بإكمال هذه الصناديق المتبقية. يعني هو إخواني الكرام، يعني هو موقع يعني سهل الاستعمال. يعني هنا يقول لك يعني تم نفاذ الصناديق الخاصة بك. فكيف نحصل على هذه الكويز، أو كيف نقوم بالحصول على هذه الصناديق؟ هناك يعني خطوتين. الخطوة الأولى نضغط على الكويز بهذا الشكل. هنا يعني الموقع يعطيك مجموعة من الاستطلاعات، أو مجموعة من المهام، أو مجموعة من التطبيقات، والعديد العديد. لكنه في البداية يخبرك أن يعني إذا قمت بتشغيل الفي بي إن فقد يتم تعريض حسابك للحظر، وبالتالي لن تستفيد شيئا. يعني أنا لا أنصحكم بتجربة الفي بي إن، وإذا قمت بتجربة الفي بي إن فتحمل المسؤولية. فمثلا هذا التطبيق يقول لك حمل هذا التطبيق وصل إلى المستوى 15 واحصل على 50 صندوق أو 50 كوين. وهناك العديد من التطبيقات والسيرفيس أو استطلاعات المهام. يعني أنت تبحث عن تطبيقات، قم مثلا التطبيقات التي حمل وافتح واحصل على الكوينز بهذا الشكل. يعني كما قلت لكم إخواني الكرام، هذه هي التيكت. مثلا أنا لدي 3 تيكت، يعني الموقع كل 7 أيام يعمل، أو كل أسبوع يقوم بعمل أو يعلن عن فائز من خلال المشاركة. ف يمكنك تجربة هذا الأمر.
طريقة ثانية للحصول على الكويز أو على الصناديق يعني هي دعوة الأصدقاء، ولكن هذه يعني كل شخص يقوم بدعوته سوف تحصل على واحد كويز، يعني ليس الأمر جيدا فيما يخص الإحالة. والطريقة الأخيرة إخواني الكرام أو المتبقية فهي يعني التطبيق يعطيك كل ساعة يعطيك 5 صناديق أو 5 كوين هدية بونس، فهذا يعني أنت كل ساعة تقوم بالدخول إلى الموقع وتقوم بحل الكاباتشا وتحصل على 5 بونس يعني، وتقوم بتفجير الصناديق الخاصة بك وربح الدولارات لماذا. وهذه طريقة السحب إخواني الكرام، يعني عندما نريد السحب نضغط على الـ3 أشرطة فوق ونقوم باختيار الواليت بهذا الشكل، ثم يعني هنا يقول لك وسائل الدفع المتوفرة، ففيما يخص يعني الباي بال 20، الباير 50، بيتكوين 20، لايت كوين 20، يعني الإيثيريوم 100، يعني يمكنك يعني العمل على ترون أو الداش، يعني فهي نسب أو الداش كوين فيعني هي نسبة أو الحد الأدنى للسحب فهو منخفض. هنا عندما تصل مثلا إلى 20 دولار تقوم بكتابة البريد الخاص بك وتسحب. وهذا إثبات السحب إخواني الكرام لأحد الأصدقاء يعني ليس لي على محفظة دايركت واليت. أتمنى أن ينال الشرح إعجابكم، لا تنسوا دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله.